لا شيء تغير في مشهد ازدحام العاصمة السورية عشية دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، فالمحروقات التي تسير هذه السيارات لا تزال متوفرة، والبضائع التي تملأ الأسواق لا تزال مكدسة. لكن ذلك لن يستمر، وحدهما غلاء الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية بمستوى غير مسبوق استبقا قيصر ومؤشراته الأولى. ولا بيأثر شيء نهائيا، نحن ما بنعتمد شيء على برا نهائيا. مالي متخوفة، بس أنا بتمنى من الحكومة تعمل إجراءات استباقية. شلون ما بدي أثر؟ بيأثر، كله بيأثر، بس الحمد لله يعني نحن رغم الأزمة اللي كنا فيها عايشين هالسنين كلها وتجاوزناها يعني. قانون قيصر الذي اعتمدته الولايات المتحدة يصل إلى سوريا مع دخول الحرب عامها العاشر، وهو تدابير اقتصادية قهرية أحادية الجانب أقرها الكونغرس الأمريكي بعد سلسلة عمل مكثف منذ إقراره أول مرة عام 2016. ويسمح القانون بفرض عقوبات على دمشق وشخصيات بارزة في القيادة السورية، كما يطال الشركات والدول والأفراد الذين يمولون ويدعمون دمشق. بضرورة أن يكون هناك أداء حكومي جدي في مسألة الاقتصادية وفي مسألة الحفاظ على لقمة المواطن السوري. الطريقة الثانية هي إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي كانت مفعلة فيه في بداية الحرب مع حلفاء سوريا، وتحديدا الحليف الإيراني والحليف الروسي من خلال ما عرف بخطوط الائتمان. القانون الذي يطال لأول مرة في تاريخ العقوبات قطاع الكهرباء والبنى التحتية العسكرية وإعادة الإعمار يسعى إلى الضغط على الشارع السوري وإثارة النقب على الحكومة السورية بتحميلها وحدها مسؤولية شل الحياة الاقتصادية من خلال تجفيف موارد الحكومة التي ينتظر منها تحسين أدائها بشكل يواكب قيصر وتداعياته الخطيرة جدا. لا يمكن قراءة قانون قيصر في بعده الاقتصادي الذي سيدفع ثمنه الشعب السوري تفقيرا وجوعا بمعزل عن بعده السياسي. فواشنطن تريد الضغط إلى الدرجة القصوى على دمشق وحلفائها للحصول على تنازلات في عمليات سياسية بشروط أمريكية، وهو ما لم تتمكن منه طيلة الحرب السورية، وتراهن على انتزاعه من خلال قيصر. ديما ناصيف، دمشق، الميادين.